ديربي الغضب لارابيا، لارابيا تورا في ايطاليا، الاهلي واليوفنتوس عند وسط ملعب. انا وجهه نظري هو الاقوى بالنسبه لكل الفرق المقدمه. الانتر كان فريق جماعي. ميزه وقوه نادي ميلان هي السرعه. مفاتيح نادي الميلان حارس مرمى مانيان، لان فيرنتينا عاش تحت ضغوط اليوفنتوس. روبرتو باجو انتقل من فيرنتينا ليوفنتوس، العدو اللدود للفيرنتينا. فيرنتينا كفريق عنده سرعه، عنده مدرب هايل، ده اللي هنشوفه في ملعب صعب جدا. ناس حاجات كتيرة جدا، انت عارف الكرة الايطالية البنية التحتية من زي البنية التحتية اللي موجودة في اوروبا. في الوقت الحالي بيحاول يعملوا استعدادات لكاس او تقديم لملف ومشروع كاس العالم 2030 بعد كاس العالم امريكا 2026، انما طبعا من سنة 90 لما تم تحديث البنية التحتية بالنسبة للكرة الايطالية ده رقم واحد. اتنين، مفيش الشو بتاع الملاعب الخارجية زي ما موجود في الدول الاخرى خصوصا انجلترا. تلاتة، كم المستثمرين اللي موجودين بالنسبة للكرة الايطالية غير موجود تماما زي ما هو بالكامل موجود في الكره الانجليزيه او في الدوريات الاخرى. ايطاليا المشاهد او المتفرج او المشجع ممكن يروح لندن في ويك اند يدفع له 150 يورو يتفرج على مباراه ارسنال تشيلسي، وصعب جدا انه يروح مباراه انتر ميلان مثلا ب 120 130 يورو من ميلانو. لا ده دي طبعا من قديم الازل، منذ ان تاسس نادي ميلان كان اسمه ميلان كريكت، وكان طبعا قايم على اللعيبه الاجانب وقايم على اللعيبه الطليان. وبعد كده سنة 1908 حصل مشكلة كانت ضد اللعيبة الأجانب. طبعا بعض أعضاء مجلس إدارة كان عن طريق إدوارد بالنسبة للميلان كان رئيس النادي أو كان مؤسس النادي، واحد اسمه هيلسن سويدي. حصل انشقاق، تعامل نادي الانترناسيونال، إن الميلان معروف إن هو بتاع الطبقة الرخيئة، الإنتر بتاع الطبقة المتوسطة. جماهير الميلان كانت بتروح بالدراجات البخارية الاستاد، جماهير الإنتر كانت بتروح في الباصات والميكروباصات. زادت أكتر سنة 1970، المنتخب الإيطالي كان بيلعب فاينل، أليساندرو ماتسولا واحد من أعظم لاعبي النادي الإنتر وإيطاليا، مع جاني ريفيرا واحد من أعظم اللاعبين اللي في تاريخ إيطاليا وميلانيست. المدير الفني فيروتشي فيكراجي عاوز يرضي الطرفين، نزل أليساندرو ماتسولا، خسرت إيطاليا 4-1 ونزل جاني ريفيرا في الدقيقة 81، وبالتالي كان العداء بدا يزيد بشكل كبير جدا بين الفرقتين. النقطه الاخيره عامه موضوع السانسيرو، جماهير ميلان الاستاد اسمه السانسيرو، كانوا عاوزين يحولوه جماهير الانتر لجوزيبي مياتزا، هو لعب في الفرقتين. جماهير ميلان اعترضت، فخلاص الميلان بقى سانسيرو والجوزيبي مياتزا بقى للانتر. ديربي الغضب لان ما فيش مباراه من مباريات الانتر والميلان ما خلصتش بدون طرد. بالايطالي ديربي الغضب لارابيا، لارابيا تورا. لا لا ما عندهمش ثالثه شمال ولا عندهم ثالثه يمين، عندهمش تيم على طول، فاهم؟ في ديربي اسم تاني اسمه ديربي لامادونينا، عارف لامادونينا ده ليه؟ في تمثال فوق الدومو في وسط ميلانو، التمثال ده على السيده العذراء، تمثال ذهب. على فكره دي ليه قصه شهيره كمان، كانت هتسرق بس لحقوه يعني. انما طبعا عشان كده دي اسمها لامادونا باللغه الايطاليه، علشان كده اتسمى ديربي لامادونينا، لان الاثنين موجودين في مدينه ميلانو، والدومو يعد يعني من المعاقل الكبيره جدا للفرقتين. الاكثر جماهيريه على مستوى ايطاليا الانتر، لانه انتر ناسيونالي موجود، ولكن اكثر جماهيريه بالنسبه للاخر 30 سنه يمكن ميلان زاد كتير جدا مع سيلفيو بيرلسكون رئيس النادي. في ايطاليا الاهلي واليوفنتوس. ميلان يعني هنتكلم كديربي يعني اهلي وزمالك، ممكن يكون الميلان هو الاهلي. الميلان كان في وقت من الاوقات بعبع اوروبا او سيد اوروبا، وكان اكثر الانديه الاوروبيه تحقيق البطولات بعد ما تخطى نادي ريال مدريد. الانتر هقول عليه نادي الزمالك ليه؟ لان كثير من الاوقات نادي الزمالك نادي الانتر كان عنده مشاكل كثيره جدا اداريه. سيموني انزاجي وجهه نظر ان في مشاكل كثيره جدا، منها المعدل البدني اللي بدا يبان في المباراه الاخيره، غير انه هيلعب 6 مباريات متتاليه في 20 يوم وده رقم كبير جدا على فريق زي الانتر. منها تعادل مع النابولي، خساره من نادي ميلان في الديربي، خساره من ليفربول، التعادل مع جينوا، اخر 3 مباريات ما محرز ولا هدف نادي الانتر ما بين دوري ابطال اوروبا وما بين الدوري. بتتكلم على فرقه بتمتلك مجموعه من اللاعبين الكبار جدا زي لوتارو مارتينيز، زي جيكو سانشيز، كايسيدو، نفس الموضوع كوريا اللي مصاب في الوقت الحالي. عند وسط ملعب انا وجهه نظري هو الاقوى بالنسبه لكل الفرق المقدمه في كل شيء، في التنوع، في العمل، في الصناعه، في الحلول، في السرعه، اذا كان بريزوفيتش او شالانوغلو. ولكن في النهايه تبقى المشكله الحقيقيه لسيموني انزاجي هي غياب سكرينير عن خط الدفاع، اثر كتير جدا. النقطه الثانيه هي غياب الناحيه التهديفيه، وخصوصا المستوى اللي فيه لوتارو مارتينيز اثر كتير جدا على مستوى الانتر. الانتر كان فريق جماعي، اكتر فرقه معدل صناعه لعب، معدل احراز اهداف ده كان في الدور الاول. في الفتره الاخيره عنده مشكله كبيره جدا، وخاصه ان جابها واحده اللي شغاله بس هي الجبهه بتاعت بيريزيتش. الميلان طبعا من الفرق اللي هي بتراهن على معدل الاعمار السنيه، بتراهن على معدل السرعه، بتراهن على معدل وسط ملعب قوي جدا جدا جدا، صحيح مش زي وسط ملعب نادي الانتر، ولكن دفاعين ميلان جيد بحارس مرمى جيد. بتتكلم على وسط ملعب فيه 3 لعيبه مهمين جدا، واحد يعد هو اندريا بيرلو الكره الايطاليه في الوقت الحالي اسمه تونالي، 2 فرانكيسي
نجم كوت ديفوار من اعظم اللعيبه اللي موجودين، وعمليه التجديد بالنسبه للميلان او انتقال لبرشلونه كانت مأثر عليه شويه. 3 اسماعيل بن ناصر، عنده هبوط في المستوى النفسي والذهني بعد كاس الامم الافريقيه مع المنتخب الجزائري، ولكن يبقى من اللعيبه المهمين جدا المؤثرين. ميزه وقوه نادي ميلان هي السرعه، هي النواحي البدنيه ما بتاثرش بيها عمليه احراز الاهداف، ولكن مشكله نادي ميلان الحقيقيه ان راس الحربه في غياب ابره او عدم استمراريه جيرو بتاثر كتير جدا على عملية احراز الاهداف. افتتاح لعب الانتر وجهة نظري هتبدا 1 من بيريزيتش، 2 بروزوفيتش، 3 اذا كان باريلا في حالته الطبيعيه هيكون مهم جدا، 4 جيكو، 5 لوتارو مارتينيز. اذا كان الخمسه دول في حالتهم الطبيعيه ممكن يكون لهم دور كبير جدا مع في مباراه الكوبا ايطاليا في كاس ايطاليا مع نادي الميلان. بالاضافه يعني لازم احط شالانوجلو، لان دي مباراه خاصه بالنسبه لشالانوجلو. شالانوجلو مسميينه جماهير ميلان الهارب من نادي ميلان والانتقال للانتر، عشان كده واحد من اللاعبين اللي هيكون عليه الضغوط كبيره جدا. اذا كان عنده الشخصيه القويه من الممكن يكون مؤثر بالنسبه للمباراه. مفاتيح نادي الميلان، حارس مرمى مانيان من افضل حراس المرمى، كان بديل جيد جدا بالنسبه لدون روما. 2 بنتكلم على تيو، واحد من افضل باكات ليفت اللي موجودين على مستوى ايطاليا، والفرق بينه وبين اي لاعب تاني انه معدل تهديفه ممتاز. 3 زي ما قلت لك تونالي وكيسي اذا كان في يوم هيكونوا مهمين جدا ومؤثرين. 4 واحد اسمه رافائيل لياو، ولد صغير شاب كل يوم عن يوم بيثبت انه من افضل الصفقات، الابن المدلل لزلاتان ابراهيموفيتش، واحد من افضل لعيب. النقطه السلبيه في الميلان هي مؤخرا مستوى ابراهيم دياز، يسموني انزاجي مدرب، نجاح كبير جدا مع الانتر في اول سنه ليه في المعدل التهديفي، في تصدره للدوري، في وصوله دور الثمانيه في دوري ابطال اوروبا، ده اللي ما عرفش يعمله انطونيو كونتي، واحد من اعظم مدربين الطليان. شفت بنتكلم على الانتر والميلان ازاي، انما جماهير فيرنتينا بالنسبه ليوفنتوس عداء كبير جدا جدا، وعلى فكره عندهم حق، لان فيرنتينا عاش اوقات كتيره جدا تحت ضغوط ليوفنتوس باستقطابه للعيبه فيرنتينا. فيرنتينا طول عمرها عندها لعيبه كبار، البدايه كانت مع جان كارلو انطونيوني، واحد من اعظم اللعيبه اللي جم في تاريخ ايطاليا، حاولوا واتكسرت مدينه فرنسا ورجع جان كارلو انطونيوني ما راحش فرنسا. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي قلبت الموازين فعلا هي بطوله الدوري وحصل عليها فرقه اليوفنتوس، وكان فيرنتينا بيتكلموا ان الموضوع فيه شغل تحكيمي كبير جدا اثر على نتيجه الدوري، وخسر فيرنتينا الدوري مع انه كان فريق عظيم. الحاجه الثالثه ودي اللي خلت العداء التاريخي اللي موجود، روبرتو باجيو. في يوم من الايام صحينا لقينا روبرتو باجيو موجود في اليوفنتوس بانتقال ب 20 مليار ليره، هذا رقم كان تاريخي بالنسبه للكره الايطاليه. روبرتو باجيو انتقل من فيرنتينا ليوفنتوس، العدو اللدود للفيرنتين، كان رئيس النادي اسمه بونتيلي، 3 ايام قعد محاصر في البيت، فرنسا كلها اتكسرت، خرجوا بونتيلي رئيس النادي من فيلته في فرنسا بطيارة هليكوبتر خوفا من الجماهير، بعديها بست شهور استقال بونتيلي من اداره فيرنتينا، عداء كبير جدا لن ينتهي. وبالتالي ننتظر ان فلاوفيتش مباراه مش سهله بالنسبه له. يوفي يحتاج يرجع كمجموعه، يرجع قوي، يلعب على الشكل الدفاعي. صحيح طبعا يمكن أليجري شبه تربطوني شويه في التعامل، ولكن في مشكله كبيره جدا في خط الدفاع، اصابات كليني، اصابات بونوتشي، دي ليخت الوحيد اللي واقف على رجله، دكه البدلاء مش بنفس القوه بالنسبه لقلوب الدفاع، اثر كتير جدا. مشكله اليوفنتوس في نص ملعبه، نص الملعب ليس بالقوه الكافيه او الامكانيات العاليه، عندهم كمان نواحي دفاعيه قليله وحتى النواحي الهجوميه ما بيساعدوش بشكل كبير، علشان كده وجهه نظري ان اليوفنتوس يحتاج الى فريق يرجع تاني فريق مجموعه، ما لعبش على لاعب، في الاول كان بيلعب على ديبالا، في الوقت الحالي بيلعب على فلاوفيتش، علشان كده انا اتمنى اليوفنتوس يرجع كمجموعه، هنشوف يوفنتوس قوي جدا جدا وممكن يكون منافس قوي لبطوله الدوري ولكن السنه الجايه. طبعا فيرنتينا بوينتك اللي جابوه، فيرنتينا سوتيل، فيرنتينا كاستروفيلي، ده واحد من المواهب الكبيره جدا في الكره الايطاليه، وواحد كمان من المحطوط عينه عليه بالنسبه لمانشيني، واحد من اهم لعيبه نص الملعب في الوقت الحالي كاستروفيلي. فيرنتينا كفريق عنده سرعه، عنده مدرب هايل، فريق زي ما قلت لك عنده 3 4 عناصر ممكن يكون خطر جدا جدا على نادي اليوفنتوس. انا شايف الاخرف فيرنتينا، عطفا على ما شفته من فريق فيرنتينا مع ايطاليانو المدير الفني، فرقه ممتازه بتلعب بدون ضغوط، وزي ما قلت لك انا منتظر فلاوفيتش، هل هو لعيب قوي الشخصيه؟ صلد، ده اللي هنشوفه في ملعب صعب جدا ومن اصعب ملاعب ايطاليا ارتيميدي فرانكي.